خلال الساعات الحاليه النادي الاهلي بيعيش حاله من الذكريات السعيده والفخر بالامجاد وما مضى من مباراه جميله جدا ورائعه جدا. من اهم النعم انك تكون اهلاوي، لان انت دايما الحمد لله والشكر لله بتعيش ذكريات سعيده. النهارده يمكن ذكرى تتويج ببطوله غاليه وبنسخه افريقيه كانت صعبه جدا ولا تقل صعوبه عن النسخه اللي توج بها النادي الاهلي امام نادي الصفاقسي في هدف ابو تريكه اللي كان في الدقائق الاخيره على ملعب رادس. النهارده ذكرى التتويج بالنجمه الافريقيه ال 11 على حساب الوداد المغربي، الفريق الكبير الرائع اللي اقتنصها ابناء السويسري مارسيل كولر من اردار البيضاء براسيه ستخلد في التاريخ، وهي راسيه محمد عبد المنعم وعرضيه ملك العرضيات والنجم الكبير علي معلول ان شاء الله يرجع بالف سلامه. الحمد لله السنه اللي جايه ان شاء الله زي السنه دي زي الوقت ده نحتفل بذكرى التتويج بالنجمه ال 12 على حساب الترجي التونسي ونقول ان رامي ربيعه احرز الهدف. النهارده بنحتفل بذكرى التتويج بالنجمه الافريقيه رقم 11.